يقول: أعمل في إحدى الشركات، فنقوم بأداء الحج والعمرة بنظام القسط، يعني التقسيط، فهل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا. إيش التقسيط؟ تقسيط إيش؟ يدفعون بالتقسيط. نعم، أظن يدفعون بالتقسيط. لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، إذا كانوا يدفعون للحجاج نفقة الحج بالتقسيط، لأن تأخذها دين في ذمتك تدفعها لهم بالتقسيط تسددها لهم، هذا لا حرج فيه، لكن ليس هو الأفضل. لا، ما لا يستحب أنك تستدين من أجل أن تحج أو تعتمر، هذا ما هو أحسن لك. إن تيسر لك الحج والعمرة بدون الدين هذا طيب، أما إذا كان ما تتمكن من الحج أو العمرة إلا بالدين فهذا غير مشروع ولا ينبغي لك فعل هذا. نعم.